مساء الخير جميعا، أخذت الجوال من مس إلهام وحابة أتكلم معاكم في موضوع جدا مهم. الموضوع اللي حتكلم فيه موضوع يلمس كثير من بناتنا اليوم، خصوصا البنات الغير متزوجات. طبعا كلنا عارفين إنه اليوم ممكن نسبة البنات الغير متزوجات أكبر من أي نسبة في السنين اللي راحت، وهذا الشيء ما هو معناه إنه البنت عندنا ينقصها شيء لا سمح الله، أو فيها عيب معين، أو لا، أبدا أبدا، ولا واحدة تحط في بالها ولا 1% إنه هي يعيبها شيء وعشان كده ما تزوجت. لا، إذا كان في عيب فهو عيب يعيب عقلياتنا اليوم. اليوم المهور زايدة، اليوم الشبابنا يبغوا الحرية، اليوم بناتنا صاروا يدققوا وصاروا يبحثوا عن الكمال في الرجل اللي هو أساسا مو موجود. طبعا هذه الصورة صورت لهم هي الأفلام والتطور الحديث والتكنولوجيا والمشاهير والعالم، هذه كلها صورت لهم إن هم لازم ياخدوا اللي هو رجل كامل من مجاميعه على قول مس إلهام، وهذا ما هو موجود أساسا، هذا في عالم الخيال فقط، خيال وليس واقع. الأمور السطحية صارت تهم البنت والرجل. الرجل صار يبحث عن واحدة تعرف تلبس، تعرف تحط ميك اب، تعرف يعني أمور صراحة أنا أحسها مهمة ولكن ثانوية، يعني ما بينظر لا لروحها ولا لأخلاقياتها ولا لسلوكياتها، بينظر لأمور يعني مختلفة تماما. من عيلة لها عيلتها اسمها كبير، لا مو اسمها كبير، والبنت نفس الحكاية، يعني بدور على واحد يعرف يلبس ويفهم في البراندز وأشياء غريبة. يعني الصراحة بشوفها اليوم، ويمكن كلنا تهمنا بس الأولوية ما هي لها، يعني لازم ننظر للأمور العميقة قبل السطحية. هذه كل الأسباب خلت بناتنا اليوم يتأخروا عن الزواج. طبعا أنا فتحت الموضوع هذا مو عشان أتكلم عن بناتنا اليوم، عشان أتكلم وأركز على بناتنا أمس. البنت هذه نفسها اللي بهذه العقلية، أو الشاب اللي بهذه العقلية، كيف كان أمس لما كان طفل؟ من هو طفل أهله إيش ربوا فيه وإيش زرعوا فيه وإيش الفكرة اللي أعطوله هي عن الزواج؟ وهي نفس الشيء، هم الاثنين أنا أشوف اللي وصلوا له اليوم من طريقة تفكير ومفهوم عن الزواج، يعني سبب من أسبابه الكبيرة هي الأهالي. فأتمنى أن الأهل يكونوا أكثر تركيز على بناتنا وعلى شبابنا منذ الصغر في طريقة تربيتهم، وإيش المفاهيم اللي بيغرزوها في أطفالهم من هم صغار، لأنه هذه حتكبر معاهم. لازم يفهموا أن الزواج مسؤولية، لازم يفهموا أن الزواج هذا تكمل لنص الدين، وهذه التكملة لازم تكون تكملة على أصولها. إذا الإنسان يبغى ينتقل من مرحلة إلى مرحلة في حياته، فلازم تكون المرحلة الجاية مرحلة أفضل، وكون إنه هو دينيا يبغى ينتقل إلى مرحلة الزواج عشان يكمل نص دينه، فلازم مع هذا الانتقال يكون حاطط في باله إنه كل أمور حياته لازم تكون أفضل وأرقى، فلازم يختار شريك يقدر يساعده على الوصول لهذا الرقي، سواء في الفكر، سواء في الدين، سواء في كل شيء. يعني بسمع بنات اليوم بيقولوا إذا اللي حتزوجه ما حيخليني أفل ما أبغى أتزوجه. طب يعني أنت تبي تنتقلي إلى مرحلة أنظف؟ الحياة مراحل، خلصتي مرحلة الفلة أدخلي على مرحلة إنك تتغيري للأفضل. ليش مستمرة تاخدي المرحلة معاكي في كل المراحل؟ ما حينفع، لازم تنتقلي من شيء إلى شيء، ولو كنتي حتنتقلي يا تنتقلي إلى شيء أفضل يا لا تنتقلي أبدا. والرجل اليوم تفكيره غريب جدا، طبعا إلا من رحم الله، تفكيره منه أنا يعني حر وقاعد عايش حياتي، بس لما حتزوج عشان أجيب أطفال بالحلال. مفهوم صراحة غريب جدا، وأنا مستغربني، يعني ما أعرف كيف في شخص بيفكر بالفكرة هذه. طب إذا أنت تبي تتزوج عشان تجيب أطفال بالحلال،
هل أنت شايف نفسك بالمفهوم هذا حتكون قدوة كأب لهذول الأطفال اللي حتجيبهم؟ إذا كانت البداية خطأ، كيف حتكون النهاية؟ يعني أنت المفروض تقول أنا أبغى أتزوج عشان يكون عندي شريكة في حياتي تساعدني وأساعدها وأعيش حياة كريمة وبعدها أجيب أطفال بالحلال. يعني الفكرتين ترى مختلفة جدا، وعلى فكرة يعني المفهوم الأول اللي تكلمت عنه هو اللي بيسبب الطلاق، لأنه في رجال كثير بعد ما يخلفوا بينفصلوا وما همهم يعني المرأة اللي هو متزوجها، كأنها كانت أداة للإنجاب وخلاص. فرسالة للأهالي إنه أتمنى تزرعوا الأمور هذه في أطفالكم من هم صغار، تعطوهم مفاهيم صحيحة وسليمة عن الزواج اللي ربنا ورسوله حيرضى عنه، كون إنه هو سنة الله ورسوله. ورسالة للشباب اللي يقولوا إحنا عايشين حياتنا وليش نتزوج وما له داعي، لا هو له داعي، لأنه الشخص يعني أو بعض الأشخاص خلينا نقول إلا من رحم ربي لو ما تزوجوا بيمشوا في طريق غلط، وإذا أنتوا حتستمروا على النمط هذا وعلى نفس الطريق هذا عمركم ما حتوصلوا لإتمام الرسالة اللي أنتوا جايين الحياة عشانها. إحنا مو جايين هنا نلعب، يعني جايين لأمور كثير عشان ورسالة للبنات اللي تأخروا عن الزواج. طبعا البنات أقدر أخليهم أو أقسمهم لقسمين. القسم الأول بنات عايشين في حرية، حياتهم مستقلة، عندهم استقرار مادي، استقرار أسري، أمورهم مستتبة. والجزء الثاني بنات ما حالفهم الحظ، عندهم بعض الضغوط سواء نفسية سواء أسرية سواء مادية، كلهم في النهاية لو تأخروا عن الزواج سواء القسم الأول اللي تكلمت عنه أو الثاني لازم يعرفوا إنه الزواج هذا نصيب مكتوب من عند الله من يوم ما تولدنا، ما في أي تدخل بشري أبدا. وكون إنه هو نصيب مكتوب من عند الله ما في أي تدخل بشري، فلا تتعبوا نفسكم، لا تتعبوا نفسكم بالتفكير فيه، لا تقعدوا ليل ونهار نفس الموضوع بينفتح وبسمعوا كثير أنا ما تزوجت، أنا ليش ما تزوجت، أنا طب فين حلاقيه، طب كيف حلاقيه. لا، ربنا حيجيبه، ربنا حيجيبه في الوقت المناسب في الظروف المناسبة وفي المكان المناسب. لا تتعبي نفسك، عيشي حياتك بالطريقة الصح ولا تنتظري الموضوع. كم مرة أقول إنه الإناء المراقب لا يغلي، لو إحنا قاعدين نراقب الشيء ما حيصير. سيبي خليه ورا ظهرك، حيجي وحيجي بالشكل الصح بإذن الله، ولكن لا تفكري وتتعبي مخك في التفكير في هذا الشيء وتسيبي أمور كثير ونجاحات وإنجازات ممكن تعمليها في حياتك. أنا من الناس اللي ضد جملة النصيب أتأخر، أنا مع جملة ربنا لسه ما أراد. النصيب أتأخر معناها إنه أنا تأخرت في الشيء، إنه هو المفروض كان يحصل بس أتأخر علي. لا لا، هو ما له وقت، ما له وقت، ما كتب في أي مكان إنه السن اللي المرأة لازم تتزوج فيه هو هذا السن. فأتمنى إنه نستخدم كلمة ربنا لسه ما أراد، وبإذن الله ربنا يريد للجميع بأفضل الناس وبالرجال الصالحين وبالزوجات الصالحات بإذن الله، والله يوفق الجميع وشكرا. انتي المحمول اهو انا عندك، وخلينا فهمهم بالطريقة دي، دول ما بيفهموش غير بالطريقة دي. انا عندك سنجل ولا مش سنجل؟ سنجل. جميلة ولا مش جميلة؟ جميلة. مثقفة متعلمة متهشكة متأنتكة، ما فيش ولا عيب فيا، بدور على عيب. انا اساسا المشكلة اللي عندي انه نفسي يكون فيا عيب، ما فيش عيوب، مش لاقية ولا عيب فيا، وما تجوزتش ليه بقى؟ عشان ربنا ما أرادش. بس هل أنا قاعدة أنتظر الموضوع؟ لا والله، قاعدة كلب ورايحة وجاية وبستمشى وبنجز وبشتغل وبدرس وبعمل كل الحاجات دي عشان لما يجي نصيبي بقى إيه؟ أكون إنسانة واثقة من نفسي وعارفة إن أنا مش أي ولا زي مش هيقدر يشوف نفسه عليا بقى، خلاص هنبقى كلنا ابتزاز سم لفل، كلنا في مستوى واحد.
يا ستي انجزي يا ستي انجزي وانجحي، عشان لما تيجي تتجوزي تعرفي تفتحي بيت جاتي كنيلة، مش تتجوزي من وانت صغيرة هبلة مش عارفة لا تاتا ولا باتا. مش معقول يا جماعة، الجواز مسؤولية مش اي كلام، ربنا ما اخرهوش غير لحكمة عشان يبقى يجي في الوقت المناسب اللي نقدر نتحمل فيه مسؤولية. خلاص ما تفكريش فيه، انهي من دماغك، انجحي وانجزي وامشي حياتك وروحي الى الامام. عايزين نكبر اسم المرأة بقى اكبر من ما هو كبير. اسم المرأة كونت اسم كبير السنين اللي راحت، عايزين نكبره زيادة وزيادة. ارتقوا 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 ارتقوا، حاجة ربنا كاتبها. هنعترض بقى على كلام ربنا؟ لا طبعا، حاجة ربنا كاتبها حاطط لها وقت ومكان وزمان وحنان. خلاص ما نفكرش فيها، نلغيها من الجدول بتاع حياتنا، نلغيها من تو دو ليست بتاعتنا. خلاص مش بتاعتنا اساسا، ربنا هيجيبها، ربنا هيجيبها في الوقت المناسب. وانا متفائله ان كل حد اتاخر في الجواز هيجيله شخص كويس جدا، بس يعتمد هل الشخص ده اللي اتاخر صان نفسه وكان ماشي مستقيم ولا لا. ربنا ما يضيعش تعب حد، خليكوا ناس كويسه بتنجز وبتنجح، وناس سلوكها كويس محترمه، وربنا هيرزقكم باحسن ناس سواء سون اور لاتر. خلاص سلام بقى، مات الكلام. النهارده جاتني هديه جميله جدا عجبتني الصراحه، اشكرك جدا يا اللي جايبالي الهديه دي. انا